حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم مرة تانية مع الوحدة الرابعة. النهاردة إن شاء الله مع الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، واللي عنوانها شكل ما احنا عارفين Where do you live? Where do you live? ولو لاحظت دايما الوحدة الرابعة بتكلمني عن places، الأماكن، وإزاي بسأل عن مكانها. النهاردة إن شاء الله بيعمل لي سؤال تالت عن How to describe the way، ازاي حوصف الطريق، how to give directions، ازاي حوصف الاتجاهات. يعني المرة اللي فاتت لو لاحظته كان بيسألني عن المكان ويجيب لي مكانه بالتحديد. يعني لو شفنا الماب دي، الخريطة دي، الخريطة دي فيها بعض الاماكن، عندنا ده شارع وده شارع وده شارع وده شارع، ومديني الاماكن اللي احنا خدناها. عندنا school، مدرسة، hospital، مستشفى، office، مكتب، bank، library، مكتبة، زو، حديقة حيوان، post office يعني مكتب بريد، shopping mall قلنا يعني مركز تسوق، وعندنا كمان park، وبنكتب ممكن نكتب هنا supermarket، supermarket اللي هو supermarket. طيب شكل ما قلنا الحصة اللي فاتت كان بيسألني عن المكان ويجيب لي مكانه بالتحديد. يعني لما كان مثلا بيقول لي أين البنك، كان بيقول لي where is the bank. Where the bank يعني أين البنك. كنا الحصة اللي فاتت أو في الدرس اللي فات كنا بنجيب مكانه بالتحديد. فأنا ممكن هنا أقول البنك جنب الأوفيس، وممكن أقول إن هو قصاد. طيب لو أنا هقول إن هو next to the office كنت بقول بشيل where وعلامة الاستفهام وبدل، فهقول the bank يعني البنك is، أوعى تنسى، next to the office يعني جنب المكتب. او ان احنا كنا بنشيل the bank ونحط it فتبقى it's next to the office. طيب النهاردة بقى لا، عايز يديني وصف الاتجاهات بالتفصيل. بمعنى يعني لما يجي يسألني نفس السؤال ويقول لي where is the bank وانا وصف له الاتجاه، طبعا شكل ما انتم شايفين هنا هتبقى نقطة الستارت، هنا نقطة البداية. وقلت هنا بقى لازم استخدم الاكسبريشنز اللي انا حفظتها، يعني go straight، turn right، take the second right، take the first right، على حسب اللي احنا بنقول. تعال كده نشوف البنك. البنك هنا، فالمفروض لو انا هبدأ من هنا يبقى همشي على طول. يعني ايه همشي على طول؟ قلنا go straight ahead. تاني go straight ahead يعني امشي على طول. يبقى بالتالي لما اجي اوصف الطريق هنا هقول go straight ahead. Go straight ahead يعني امشي على طول. طيب المفروض انا همشي على طول، ايوه ايوه ايوه، لغيت فين؟ قال لي اه ده تاني شمال. تاني يا حبايبي، ده دي اول شمال وده تاني شمال. يبقى اذا هنا شكل ما احنا حفظنا، قلنا يعني ايه خد تاني شمال، برافو عليكم كده، تاني شمال يعني take the second left. فبالتالي هقول then يعني بعد ذلك take the second left يعني خد تاني شمال. كده يبقى انا وصفت الطريق. طيب عايز اجيب بقى مكانه بالتحديد، فهرجع تاني لفوق هقول it's next to the office يعني جنب المكتب. طب ممكن اقول ايه كمان؟ برافو عليك كده، ممكن اقول it's on the corner. on the corner يعني على النصيب. تاني يبقى احنا ممكن نقول it's on the corner يعني هو على النصيب. طيب تعال نشوف السؤال الثاني، وبقول لي where is the zoo. where is the zoo يعني اين حديقه الحيوان. يبقى المفروض ان انا ابص على الخريطه واشوف فين حديقه الحيوان. برافو عليكم، ادي حديقه الحيوان زو. طيب حديقه الحيوان دي المفروض ان انا لو انا هجيبها بالتحديد مثلا هقول ان هي جنب المكتبه، وممكن اقول قصاد شوبينج مول. ثاني قصاد الشوبينج مول يعني across from the shopping mall. فاذا هقول it's across from the shopping mall. دي اجابه بالتحديد. طب لو انا عايز اوصف الاتجاهات، فالمفروض برضو هنا الستارت، فانا هبدا يبقى هعمل ايه كده؟ برافو عليكم، go straight. يبقى اذا هقول go straight ahead يعني امشي على طول. then قال لي اه.
لما اجي اقول حود يمين غير لما اقول خد اول منعطف يمين. حبايبي لما اجي اقول حود يمين فبقول turn right، او حود شمال turn left، يبقى يمين turn right، شمال turn left. ان انا لما اجي اقول خد اول يمين اسمها take the first right، take the first right، يبقى لازم اميز بين take the first right and turn right. هنا لو هقول turn right، يبقى اذا هقول then turn right. يعني ايه turn right؟ ها حود يمين، يبقى then turn right، هنحود يمين اهو. طيب وبعدين اجيب مكانها، هرجع بقى لمكانها اللي فوق، ممكن اقول it's across from the shopping mall، وممكن اقول it's يعني هي next to the library، يعني هي جنب المكتبة. تعال نشوف السؤال التاني، بيقول where is the shopping mall، يا ترى فين الشوبينج مول؟ لو لاحظت ادي الشوبينج مول اهو، هلاقي بين البوست اوفيس والبارك، وانا قلت يا حبيبي عشان اقول between يبقى لازم في كم مكان وراها، مكانين اتنين، برافو عليكم. طيب يبقى ممكن اقول it's between، يعني بين the post office اللي هو مكتب البريد and the park. طيب تعالى يلا ندي description للدايركشن بتاعي، فاذا هقول go straight ahead، يعني امشي على طول اهو، go straight ahead then. طبعا هنا هياخد تاني ايه؟ ها تاني يمين، يبقى اذا هقول take the second right، وبعدين اقول هو فين بالتحديد، فهقول نفس الاجابه اللي فوق اللي هي it's between the post office and the park. وبكده يبقى انا قدرت اعرف ازاي بوصف الاتجاهات لما حد يسالني عن الاماكن. لازم احفظ التعبيرات دي كويس جدا، go straight ahead يعني مش على طول، لازم احفظ turn right حاول يمين، لازم احفظ turn left حاول شمال، لازم احفظ take the first right and take the second right، take the first left and take the second left. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.